في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة، عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسعا مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة داسلوفكا التشيكية. واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وقال الوزير إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات، وذلك بسبب تراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88 دولار و10 سنتات للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82 دولار و92 سنت. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى $2.56 للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل $1.73 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر تقرير لمركزين بحثيين أمريكيين أن بعض الدول ومعظمها من البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثقلة برسوم تضاف إلى فوائد قروضها من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى زيادة حالة اللامساواة العالمية. أظهر التقرير الصادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن ومبادرة جامعة كولومبيا لسياسة الحوار أن الدول الأعضاء بصندوق النقد المثقلة بالديون دفعت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار رسوما إضافية في الفترة من عام 2020 إلى عام 2023. وزاد عدد البلدان التي تدفع الرسوم الإضافية في السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من المثلين. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بالتزامن مع اشتداد القصف الإسرائيلي على شتى أنحاء قطاع غزة، ووسط تعليمات من جيش الاحتلال بعمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع. خسر المؤشر السعودي 1% وسط انخفاض أسعار النفط عن مستويات ذروة بلغتها في الآونة الأخيرة. ووصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي. هبط مؤشر أبو ظبي 1% بنهاية جلسة التداول اليوم، وخسر المؤشر القطري 5% من قيمته. لم يطرأ على الأسهم الأوروبية تغير يذكر خلال التعاملات، حيث عوضت مكاسب أسهم شركة التكنولوجيا خسائر البنوك مع تقييم المستثمرين لأثر التجديد النقدي على أداء الشركات ونتائجها المالية. ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي قليلا بنسبة 1%، وحمى حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.4% وانخفاض قطاع البنوك بنسبة 9%، ما حد من مكاسب الأسهم الأوروبية. في وول ستريت، ارتفعت المؤشرات الرئيسة بالأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تلقيها دعما من تقارير الأرباح المتفائلة ما من قطاعات أخرى. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13%، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 28%. ربح المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 69%.